السلام عليكم اصدقائي متابعين قناة فيوتشر كوين. توقف تداول على منصة باينانس، طبعا تداول سبوت او بما يعرف التداول الفوري. اما نبلش بالفيديو، اتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم المعلومات الرقمية، ولا تنسى انضم لقناتنا على التليجرام، الرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود كمان في بانر القناة. خليكم معنا اصدقائي الى بعد الان. أعلنت أصدقائي اليوم منصة باينانس أنه في عدد من محركات الإنترنت توقفت عن العمل، وهذا الشيء أدى إلى توقف التداول الفوري أو بما يعرف بتداول السبوت. تداول العقود الآجلة تزال متوفرة وممكن داخل منصة باينانس. واحد من محركات الإنترنت حاليا عاد إلى العمل، طبعا من ساعة تقريبا صار هاي المشكلة وما عم نقدر نتداول سبوت على منصة باينانس. رح يتم استئناف التداول بعد ساعات قليلة من الآن، لكن القصة بتستغرق بعض الأوقات. وبالنسبة للأشخاص اللي بتسأل عن أموال إذا كانت بأمان ولا لا، بالتأكيد الأموال راح تكون بأمان، وفي حال خسارتك لأي مبلغ بتقدر تتواصل مع الدعم وتقول له إن أنت خسرت المبلغ وتصور له بمحفظتك، وهذا الشيء بيؤدي إلى استرداد أموالك، لأني صارت من قبل مع أشخاص خسروا بسبب خلل فني من أي منصة ويتم تعويضهم عن طريق المنصة. وطبعا مؤسسي باينانس غرد وقال انه من قبل كانوا يستخدموا ترانزستورات كبيرة وكانت تدخل بعض الحشرات وتتدفى داخل الترانزستورات، وهذا الشيء بيسبب ماس كهربائي وخلل فني في جميع القطاعات بشكل عام، خاصة قطاعات الانترنت. لهيك هاي الاخطاء هي اخطاء دورية واخطاء متوقعة. حاليا منصة باينانس عم تتجنب قدر الامكان توقع بهيك اخطاء. توقفت احد محركات العمل، حاليا رح ترجع تستأنف العمل بعد ما يشتغلوا باقي المحركات. شو بالنسبة للبيتكوين اصدقائي، لساتنا نحن كاسرين منطقة الودد الصاعد وعم نتداول اسفل هاي المنطقة، عم نلمس اكثر من مرة بالترند وبنرجع ننزل. حاليا عم نتداول تحت مناطق 28,000 دولار، ولحد الان تداولنا تحت مناطق 28,000 دولار. هذا الشيء بسبب خطر، ولحد الان عندي حركة هبوطية او عندي شكل هبوطي باستئناف الهبوط لمناطق 25,000 دولار الى 24,000 دولار. متوقع هبوط، لكن الهبوط رح يجي بشكل مفاجئ، يعني باوقات بتكون بعيد فيه عن التداول رح تلاقي بيتكوين عمل دم 4,000 دولار. ما بينجح سيناريو الصعود الا باختراق مناطق 29,000 دولار ونتداول اعلى هاي المناطق. لما نتداول اعلى مناطق 29,000 دولار فانا بتكلم بقول انه اتجاهي رح يكون صعودي وهدفي 32,000 دولار. أصدقائي نكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك، لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم المعلومات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.